نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم مؤتمرا جماهيريا بقرية مناشي الخطيب، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. دعا المؤتمر المواطنين إلى ضرورة الحرص على المشاركة في الانتخابات لتجديد الثقة في الرئيس السيسي، لإيصال صورة لكافة دول العالم بأن الشعب المصري يلتف حول رئيسه ويقف خلفه صفا واحدا. الناس دي جايه دعم لسياده الرئيس، وان شاء الله احنا وراه لاخر المشوار. احنا بندعم الرئيس السيسي، وكلنا هننزل انتخابات ان شاء الله وندعم الرئيس السيسي. بنأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبندعمه لفتره رئاسه ولايه تانيه، وبنأيده ان شاء الله جميعا